أيها الإخوة الأفاضل الأكارم، سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية والرئيس العام للجنة الدائمة ورئيس أعضاء هيئة كبار العلماء، وجه خطاباً لإخوانه المسلمين. ومن المناسب أيها الإخوة أن نقرأ عليكم هذا الخطاب قبل أن نبدأ بدرسنا، ففيه خير كثير وفوائد جمة، لعلنا ننتفع بوصيته، وهو الشيخ عبد العزيز الوالد، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. قال حفظه الله عز وجل: بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى إخواننا المسلمين، وفقنا الله وإياهم لصالح القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، جعله الله قادماً علينا بالعفو والغفران والسلامة والإسلام، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واستقباله بالتوبة والفرح بقدومه فرحاً بفضل الله ورحمته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه لصيامه وقيامه والتقرب إليه بما يرضيه عنا، فهو شهر عظيم مبارك فرض الله علينا صيامه، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيامه واغتنام أوقاته بالطاعة والذكر وتلاوة القرآن. فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والمؤمن يفرح بقدومه لاغتنام أوقاته بالعمل الصالح والتقرب إلى الله بما يرضيه، فهو شهر كله خير تغل فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي فيه مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فعلينا جميعاً معرفة قدره واغتنام فضله، فالمؤمن يفرح بقدومه لينال من خيره ويعد العدة لاستقباله بما يليق به من الاستعداد للطاعة والتوبة، فهو شهر التوبة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار. والمنافق لا يعرف قدره فيستمر في غفلته وإعراضه، فيخرج منه محملا بالذنوب والآثام. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ولذلك نرى المنافقين يعدون البرامج الفاسدة والمفسدة ليبثوها في شهر رمضان، فيشغل المسلمين عن الطاعات ويحرموهم من فضل هذا الشهر. فاحذروهم وحذروا منهم. ومن الناس ممن يزعم أنه من العلماء من يشغل الناس بالجدل في العبادات ويشككهم فيها ليزهدهم بالقيام بها، كالذين يشككون في بداية الصيام اليومي ومواقيت الصلوات، ويقولون: لا يجوز الاعتماد على توقيت أم القرى لأنه متقدم على التوقيت الذي يعتمدونه هم
مع أن توقيت أم القرى معتمد من قبل العلماء ومن قبل الدولة ولم يلحظ عليه خطأ، وقد روقب من قبل لجنة من المشايخ انتدبهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، رصدوا طلوع الفجر في مكان بعيد عن أنوار البلد فوجدوه مطابقا تماما للتوقيت المحدد في تقويم أم القرى، فأصدرت اللجنة برئاسته فتوى باعتماده. ومن هؤلاء المنتسبين للعلم هداهم الله من يشكك في صلاة التراويح من حيث مشروعيتها ومن حيث عدد ركعاتها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لها عدداً معيناً من الركعات، بل حث عليها بقوله: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يحدد عدداً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما معناه: إن ذلك راجع إلى نوعية الصلاة، فمن أطال الصلاة قلل من عدد الركعات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة، ومن خفف الصلاة زاد في عدد الركعات، كما كان الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر رضي الله عنه يصلون خلف أبي بن كعب رضي الله عنه 23 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الطلبة من ينكر صلاة التهجد في آخر الليل في 10 الأواخر، ومن هؤلاء الطلبة من ينكر صلاة التهجد في آخر الليل في 10 الأواخر ويقول: لا يزيد على صلاة التراويح، مع أن السلف كانوا يصلون التراويح في أول الليل ويتهجدون في آخر الليل في 10 الأواخر ويطيلون الصلاة حتى يخشوا أن يفوتهم السحور، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى كلام شيخنا سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ حفظه الله وأطال في عمره على طاعته.